السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم إن شاء الله الوصفة اللي هنقدم لكم عجينة البريوش بالبصلة الخضرية وصدر الدجاج. المقادير اللي عندي 500 غرام ديال الدقيق نوعية جيدة، نص كاس ديال زيت المائدة، عندي 2 كيسان ديال الحليب، الحليب يكون دافي، معلقة ديال الزنجلان كنحمروها شي شويه، ما كنديروهاش خضره بعد ما كنغسلوهم طبيعه الحال ونشفوه. عندي واحد الساشي ديال الفاني ما يعادل 7.5 غرام، معلقه ديال السنيده ومعلقه ديال الخميره، حبيبات كبيره بالنسبه للسنيده وبالنسبه للخميره، وكناخذوا بياض بيضه وكنحتفظوا بالصفار كما العاده به كندهنوا البريوش ديالنا. ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. كناخذوا واحد الجبانه اللي هنجمعوا فيها العجين ديالنا، كنوضعوا هاد 2 كيسان ديال الحليب ما يعادل 300 مليلتر، 2 كيسان د العنبه، وكنوضعوا هاد المعلقه ديال الزنجلان والفانيا، وكنوضعوا السكر والعجين والخميره، وكنخلطوا مزيان ونضيفوا واحد الكاس ديال الدقيق، كنغربلوه ما كنديروش الكميه كلها، حتى كنخليو هاد الخميره كتفاعل واحد 10 ديال الدقائق ولا ربع ساعه، وندوزو ان شاء الله نغطيوها بلاستيك غذائي ونخليوها ونرجعو من بعد. كما كتلاحظوا الخميره ديالنا تفاعلات مع ديك الكاس ديال الدقيق والحليب اللي درنا. دابا غادي نزيد الدقيق اللي مازال، نغربلو شوية بشوية، من بعد كنضيف هاد البيض البيضة، كنحتفظو بالصفار، نص كاس ديال زيت المائدة، زيت الكاس ديال العنبة، ونسيت ما قلتلكمش واحد شوية ديال الملحة، هانتوما كتلاحظو، ما ذكرتهالكمش في اللول، صافي، وكنجمع بيدينا. كتلاحظوا صافي كنجمعوا العجين ديالنا كما كتلاحظوا، 500 غرام جاتنا هي هذيك. ديروا بغيتي نقول لكم ديروا بيضه صغيره، البيض البيض ديال بيضه صغيره باش تجيكم العجينه هي هذيك مع ديك 2 كيسان ديال الحليب. دابا كنغطيوها بلاستيك غذائي ونخليوها كتخمر، وندوزو ان شاء الله نوجدوا الحشوه. كما كتلاحظوا دابا كنقطع 2 ربيطات ديال البصله، يكون شي 6 ولا 7 ديال الرويصات بالربيع ديالهم، كنستهلكوها في الوقيته ديالها لان فيها فوائد كثيره، داكشي علاش كنكثر لكم الوصفات ديال البصله الخضريه. دابا نقطعوها ان شاء الله وندوزو الطريقه. كناخذ المقله اللي هنجمعوا فيها الحشوه، وكناخذ واحد 3 ديال المعالق ديال زيت المائده، واحد 30 غرام ديال الزبده، كلكم ديروا الزبده اللي كتفضلوا نتوما، انا كنفضل نخدم زبده حيوانيه. صافي وكنخليو هاد الذوب بحال هكذا، وكنوضعوا هاد البصيله اللي قطعت معكم نتوما كما كتلاحظوا كنقطعها بالربيع ديالها بهاد الطريقه لان كتذوب من بعد. كتلاحظوا درنا كميه البصله لا باس بها لان كتذوب معنا كطيب، ما كتبقاش هاد الكميه هكذا، وكنضيفوا واحد 2 سنينف ديال الثومه كنحكوه، صافي وكنخليوها تشحر، وندوزو نقطعو صدر الدجاج اللي غادي نضيفو معاها. البصيله ديالنا هي بدات كتنزل وما شاء الله على الوين فيها. دابا كنضيفو 350 غرام ديال صدر الدجاج بعد ما كنغسلوه مزيان وكنزولو منو ديك الجليدات، وكنقطعوه مربعات صغيره في، وكندخلو فيه ديك البصيله بحال هكذا، وحنا كنقلبو بالمغرفه
من الاحسن تخدموا ديما بالمغرفه ديال العود. ما كتلاحظوا العدد ديالنا هو تشرب، ما بقاش فيه طلق لنا الماء مع ديك البصيله، كلشي تشحر. دابا غادي نضيفوا واحد 3 ديال المعالق كبار ديال الزيتون الاخضر. كما لاحظتي بهاد الوصفه ديالي فيها يا الاخضر والبصله الخضراء والزيتون الاخضر، كنهشيه بهاد الطريقه، ما كنخليش ديك اللي كيكون دويبرات، كنزيد الهشيه باش كيساعدني ملي كنجي نخدم البريوش ديالي. صافي، وكنضيف العطريه. مبغيتش نطول عليكم، كندير في المقادير وانا كنخدم باش ما نطولش عليكم الفيديو. عندي هنا راس المعلقه ديال الابزار وراس المعلقه ديال الثومه بودره، والملحه كتبقى على حسب الذوق، وعندي هنا شويه ديال توابل الدجاج حتى هو راس المعلقه. صافي، كنوضعوا التوابل كلها وكنديو نجيبو. كما كتلاحظوا ما كنديرش انا العطريه في الاول حتى للتالي، باش كتبقى لنا ديك النكهه ديالها كتبقى مزيانه. كنضيف واحد المعلقه ديال المطار حتى هي كنضيفها، وكنخلط الحشوه ديالي. خلينا المقيله ديالنا كتشحر على عافيه مهيله ناقصه مزيان، وكناخذ واحد الكاس ديال العنب الحليب، وكنضيف فيه واحد المعلقه ديال الدقيق ولا النشا اللي موجود عندكم. صافي، وكنطلقها بهذه الطريقه. صافي، كناخذوها وكنخويوها فوق الحشوه اللي وجدنا بهذه الطريقه وحنا كنحركوا. وكنضيف واحد 3 ديال المثلثات ديال الفرماج. نقول لكمش هاد الحشوه كتجي رائعه خطيره. هاد الحشوه كنصحكم بالتجربه ديالها ان شاء الله، وهادي نكمل معكم هاد البريوش بهاد الحشوه ان شاء الله، وتذوقوها وتجربوها وتردوا عليا. هنا الحشوه ديالنا كتبرد بعد ما شحرناها مزيان حتى داب ديك الفرماج وطب معنا ديك المعلقه ديال الدقيق اللي درنا. دابا غادي ندوزو للعجين. ها نتوما كتشوفوا كيذوب الحجم ديالها، كنزولو منها ديك الخميره ديالها اللي خمرات. صافي، وكنديروها فوق سطح العمل وكنطلقوها بهذه الطريقه. يمكننا ندهنو بواحد القطيره ديال الزيت اذا كانت كتلصق معكم. كما كتلاحظوا العجينه كتجي طريه ومساعده في الخدمه. دابا نقطعوا على حسب الحجه وكندوروها بهذه الطريقه. صافي، وكنحطوها هكذا حتى كندوزو، كنكوروهم كاملين وندوزو الاولى كاع اللي خدمنا بها. كنبداو كناخذ واحد البلاطو كنرشوه بالدقيق ونديرو فيه هاد الكريسات اللي صوبنا، وكنغطيوه حتى كيرتاح معنا واحد 5 دقائق هي باش يساعدنا في الخدمه. العجين ديالنا كيرتاح واحد 5 ديال الدقائق. كنرشو قليل من الدقيق على سطح العمل، وكناخذو دلاك وكنطلقوه بهذه الطريقه. ملي كيرتاح كترتاح معنا العجين كتعطينا الطوع، ما كتعذبناش. كما كتلاحظوا ما كنرقوهاش مزيان حتى يبان لنا سطح العمل، كنخليوها شي شويه وكناخذوا هذه القطعه وكنقطعوا بهذه الطريقه. صافي، وكنزولوا هاد الباقي، هاد البقايا اللي كنزولوا عاوتاني كنجمعوها ونديروها في بلاستيك غذائي حتى كتنزل عاوتاني كنخدموا بها. وكناخد سكين وكندير مربعات كما كتلاحظوا ما كنوصلش للوسط، كناخد هي في الجنيبات مربع قبلت مربع كنقطع شي شويه. انتما كتلاحظوا كنقطع شويه بالسكين وكندور، وعاوتاني نقطع
ديك التقطيعه كتجي قبل تختها، انتما كتلاحظوا. وكنخلي الوسط مجموع لان الوسط فين عندي الحشوه، انتما كتلاحظوا. كنقلب وعاوتاني نقطع شويه قبلتها، وعاوتاني ندور كنقطع شويه وندور، وكناخذ تقطيعه اخرى كيجي مقطعه مربعات ولكن الوسط كيبقى مشدود. صافي كناخذوا شويه ديال الحشوه بعد ما بردات مزيان وعقدات معانا، انتما كتلاحظوا كترجع بهذه الطريقه كتنشف مزيان. كناخذوه شويه وكنديروه في الوسط ديال العجين، ديك الطريف اللي ما قطعناش كنوضعوا فيه هاد الحشوه. القليل ما كنكثروش بزاف كما كتلاحظوا هاد القياس هذا. وكنهزوا المربع وكنحاولوا نجمعوا به ديك الحشوه اللي درنا، هانتوما كتلاحظوا وكنلاقيو. عاوتاني كناخذوا الجنيب اللي قبلتو وكنجبدو هكذا وكنجمعوا من هنا، ثم كتلاحظوا معايا عاوتاني كنجمعوا من هنا. وكناخذ هاد الجنيب اللي قبلتها عاوتاني وكنجمعوا لهاد الجهه، وكنبرك كما كتلاحظوا كنبرك على هاد الجنيبات. ودابا عاود هناخد هاد المربع هانتوما كتلاحظوا كنجبدو بهاد الطريقه وكنجمعو وكنبرك عليه مزيان، كتعطينا هاد الوريضه. وهاد الحشوه كندخلوها شي شويه هكذا الا جات طالعه معانا. انا غادي نزيد معكم هاد الوحيدات باش تفهموا مزيان. كما كتلاحظوا ها المربعات اللي قطعنا، دابا كناخد هاد الجنيب كنجبدو وكنجمع به الحشوه وكنلاقي كما كتلاحظوا كنلاقي الطريف مع الطريف. عاوتاني كناخد المربع اللي قبلتو وكنجبدو هكذا وكنحاول نخلي ديك الطرف اللي درت باين كتجي بحال الوريضه، وكنلاقي عاود من هاد الجهه وكندور العجينه وكنجبد عاوتاني ونجمع الجهه اللي عندي وكنجمع بهاد الطريقه. وكنجي لهاد المربع التالي عاوتاني كندورو وكنجمع بهاد الطريقه ونبرك العجين. انتما كتلاحظوا كيفاش كتجي، انتما كتلاحظوا كتجي على شكل وريضه. وكنبقاو بهاد الطريقه حتى كنساليو العجين ديالنا ونتلاقاو ان شاء الله. تلاحظوا بعد ما سالينا البريوش ديالنا على شكل وريضه، انتما كتشوفوا المنظر ديالو كيفاش كيجي. خصنا هنا نعطيوه شويه ديال الكانه، كنطلقوا ديك الفصيص ديال البيض بواحد المعلقه ديال الحليب وكندوزو على هاد الجنيبه. في نفس الوقت حنا كنصوبوهم والخميره كتطلع فيهم. صافي وكنشعلو الفران حتى كيسخن وكندخلوهم يطيبوا، ومني كيطيبوا كنشعلوه من التحت، ومني كيطيبوا كنهبطوهم واحد الدقائق باش كيتحمروا شي شويه ونتلاقاو ان شاء الله. الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا معمر بصدر الدجاج وبصل الاخضر، درناه في الفران ومنين تحمر مزيان من التحت هبطناه، درنا له شويه ديال الفرماج وهبطناه واحد الدقائق من التحت. الا ما بغيتيش ديروا الفرماج ما ديروش، على حسب الرغبه ديالكم. وهاد الطريقه ديال البريوش كتعمر حتى بالحشوه تكون حلوه. انا فضلت نعمرها بهاد الطريقه هذه، ودرت الزنجلان في قلب العجين. يمكن لكم الا بغيتيو ديروه من الدهن والبيض ديروه من على برا. وهانتوما كتشوفوا الداخلاني ديالو كيفاش كيجي، العجينه غزاله وديك الحشوه اللي كتجي فيه روعه. وبالصحه والراحه ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد، ويصلح لنا ان شاء الله الشهر رمضان الفضيل اللي قادم على الابواب مع صبا ولا حريره. وبالصحه والراحه.